نشوف الطواقي تتحدون من اشداد؟ نتحدى الفريق ذا. فريق الشلفه، يلا الطواقي على الشاشه. كم الرقم اخلص؟ طاقية. سبعة سبعة سبعة. طاقية رقم سبعة. سؤال وجواب. عليك انك تجاوب خلال 45 ثانية. يلا. والقيمة ستظهر بعد اجابتك على السؤال، والا سيتحول السؤال مباشرة الى فريق الشلفة. السؤال على الشاشة يقول: حالي والله من هو اول من صك النقود العربية؟ مروان بن الحكم، يزيد بن معاوية، عبد الملك بن مروان. اكيد يا اخي اكيد، ولا عشانك تعرف الاسم. يفهم الزول ذا، يفهم والله، يفهم الزول. طيب نقول الجواب طال عمرك الثالث، عبد الملك بن مروان. يلا عبد الملك بن مروان. ليش مو خلاص يزيد بن معاويه؟ ناقشتنا خلاص، الاجابه صح. كيف والله الاجابه صح، والحجاج هو اللي اشار على عبد الملك بن مروان انه بدال ما هو يستخدم النقود الاجنبيه يحط النقود العربيه. بس يا اخي دام ناقش، يكفي هذا التحليل ويكفي هذه الدراسه. يا علي الاجابه كانت صحيحه. يا قبني قبنا، ليتها خطا. والنقاط مباشره ستذهب الى فريق شداد، والقيمه 2000 ريال. يلا نروح الى الشلفه وتتحدون من؟ قبل نتحدى عندي كلمه بقولها ابو كليب. لبي. ابغى اهدي اهداء لابو دخيل. مرحبا. نبغى الشباب يردون معي. ارشيد تكفى فنجان القهوه على الصدى. تسلم. لا خلني كذا. لا.